تذكرون اليوم الوطني اللي راح شلون خلصت منتجات العبيل بسرعة؟ وترى حتى اليوم الوطني هذا منتجاتهم محدودة فيه وعروضهم جدا قوية، يعني بسهولة تنتهي، لازم تلحقون عليه عشان ما تخلص وما تستفيدون من هالعرض. تذكرون اليوم الوطني اللي راح شلون؟ بس قبل ما أجربه معاكم أبغى أجرب كل مقاس عشان تشوفون وش الشكل اللي يناسبكم وتعتمدون على أنفسكم. بس قبل ما أجرب، أنا مرة أحب هذا المقاس للويفي والكيرلي، فأبغى أجربه معاكم عشان تشوفونه مع تمسة مرة بستايلاتي. أهم شيء بالبداية تختارون الدرجة اللي تناسب شعركم وتقسمون الشعر عشان يكون سهل معكم التصفيف، ما تستخدمونه بكل سهولة، ترى ما ياخذ وقت أبدا وبوقت قصير ويكون شعرك جاهز. أهم شيء النتيجة خيال وبوقت قصير. سويت شعرها كامل ونتيجة تفتح النفس، 192 ريال بس تقدرين تسوين أكثر من لوك بأكثر من مناسبة. سويت شعرها